السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه المتابعة الإخبارية المستمرة حول عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية قبل عدة أيام وما زالت مستمرة، والتي كبدت الاحتلال الصهيوني خسائر فادحة حيث قتل منه المئات وأصيب الآلاف في هذه العملية المباركة، بالإضافة إلى إصابة طبعا المئات من المستوطنين من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة في الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال من قصفها على قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء وارتفاع مئات الضحايا والشهداء وآلاف من الجرحى وسط حصار قطعت فيه الماء والكهرباء والطعام والمستلزمات الطبية ومنعت من الوصول إلى قطاع غزة. لمزيد من النقاش معنا في هذه المتابعة الإخبارية من غزة الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور ثابت العمور، مرحبا بك معنا. إذن حياكم الله جميعا، أهلا بكم وأرحب ببقية الضيوف بعد فاصل قصير بحول الله. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه المتابعة الإخبارية من عمان، ورحب بضيفتنا السيدة إيناس زايد المستشارة القانونية في منظمة فيستو الحقوقية والإنسانية السويدية، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، مساء الخير لكم لجميع المشاهدين. أهلا بك، وعبر سكايب من إسطنبول ورحب بالكاتب والباحث السياسي الفلسطيني السيد معين نعيم، مرحبا بك معنا. أهلا بكم. أبدأ معك سيد معين، حول ما يجري حتى الآن في قطاع غزة، ملحمة بطولية تكتب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فصولها يوما بعد آخر، وخسائر فادحة تكبدها الاحتلال، وحشد ضخم جدا وهائل من القوة الأمريكية والغربية والصهيونية لمعاقبة قطاع غزة ومحاولة الانتصار عليه، كيف تقيم المشهد؟ أعتقد أننا في فلسطين وأن المقاومة الفلسطينية اليوم تسطر آية من آيات العز والفخار ليس لفلسطين وحدها ولا للعالم العربي والإسلامي، بل لكل إنسان حر وشريف عبر هذه المعركة البطولية التي يقودها ضد أعتى قوى الإجرام في العالم. وأنا أقول أعتى قوى الإجرام لأننا نعلم أن الاحتلال الصهيوني لا يعمل وحده، كما ذكرت حضرتك فهو اليوم قد أخذ وكالعادة خلفه كل القوى الغربية الرأسمالية، ويريد أن يضربوا جميعاً غزة وفلسطين عن قوس واحد. لكن الحقيقة أن الاحتلال الصهيوني ما فعل هذا إلا لأنه قد تجرع مر الكأس الذي جرع شعبنا الفلسطيني منه عشرات السنين، فهي المرة الأولى لهذا الاحتلال وهذا العدوان الغاشم أن يرى بأس المقاومة بهذه القوة وهذا الوضوح. وأعتقد أن خسائره حتى اللحظة لم نعلمها نحن ولا يعلمه هو بالضبط، بسبب حجم الضربات، وكل ساعة يظهرون لنا أعدادا جديدة. وبالمناسبة حتى اللحظة لم تنتهي المعركة، فالمعركة كما نرى ونتابع مع من مصادر المقاومة في كل ساعة تستمر وتنطلق في مكان جديد في داخل أراضينا المحتلة عام 48، وهذا إن دل فيدل أن المقاومة حين خططت لمعركة طويلة الأجل، وها هي تنفذ ما خطط له. الحقيقة أن بالمناسبة حتى لا يكون أو لا يبث الرعب في قلوب أبناء أمتنا، ما يحدث اليوم من تكاتف للمحتل إنما هو إشارة ضعف وليس إشارة قوة. فما وصلت الحاجة أو ما وصل الأمر لأن تحتاج دولة الاحتلال إلى دعم فعلي وعلني من الولايات المتحدة الأمريكية عبر جنود وقوات أمريكية على البارجة، التي بالأمس صرح الناطق باسم وزارة الدفاع أنها لن تكون فاعلة في المشاركة بقدر ما هي قادمة للحفاظ على موازين القوى كما يدعون. نعم. لكن يبدو أن هذا الاحتلال وهذه القوى الغاشمة خلفه تخشى من سيناريو الخوض في وحل قطاع غزة الصغير، الذي لكنه يبدو أن وحله عميق وعميق جدا. نعم، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك أستاذ معين.
سيد ثابت العمور من غزة، مرحبا بك معنا. أولا، كيف تبدو الأمور عندكم في قطاع غزة؟ وهي طبعا غنية عن الوصف، لأن ما نراه في التلفزة وعبر شاشات العالم كله هو في الحقيقة أبلغ وصف لما يجري هناك. يعني هناك مشهدين غاية في الأهمية يجب الإشارة إليهم. المشهد الأول أنه نحن أمام جرائم حرب ترتكب على مدار الساعة. حتى العلاقات الناظمة للحرب أو للسلم منظمة وفق قواعد قانونية، هذه القواعد لم يلتزم بها كيان الاحتلال، بمعنى أن هناك حصانة قانونية للمساجد، هناك حصانة قانونية للمستشفيات وللمدنيين، هذه الاحتلال لم يلتزم بالحد الأدنى منها. هناك معركة تدور على مدار 6 أيام، أكثر من 2000 غارة نفذت على مساحة لا تتعدى 300 كيلومتر مربع، طولها لا يتعدى أو لا يتجاوز 40 كيلو، في عرض لا يتعدى 15 كيلومتر مربع، تخيل. وفيها 2 مليون بني آدم، وهي الأعلى كثافة، تصف الآن على رؤوس قاطنها دون انذار. صحفيين لهم حصانة قصفوا، دور عبادة قصفت، مستشفيات قصفت، مقرات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين قصفت، تقصف دون سابق انذار، تقصف على رؤوس قاطنها. التخبط الموجود لدى كيان الاحتلال خلاص، يعني زي الضربة الأولى أو الصدمة أو الهزيمة قد تحققت، الآن هو يرفع رصيده في الإجرام، يرفع رصيده في ارتكاب مزيد من الجرائم المحرمة دوليا، جرائم حرب. العقاب الجماعي الذي يذهب إليه الاحتلال ويصور جنوده وهم يقفلون صنابير المياه على قطاع غزة، ووزير الطاقة يفتخر بأنه قطع الكهرباء عن قطاع غزة. هناك مشكلة حقيقية الآن في قطاع غزة، بمعنى أنه لا توجد كهرباء، كل 20 ساعة تأتي الكهرباء ساعتين أو ثلاثة، هناك مياه مقطوعة، هناك لا أحد يستطيع أن يتحرك، الأطفال تحت ضغط نفسي غير طبيعي جدا، نحن لسنا آمنين في البيوت إطلاقا، لا نعرف ما هي اللحظة التي يمكن أن يقصف الاحتلال البيت فوق أي أحد. تخيل هناك أكثر من 1000 شهيد حتى هذه اللحظة، وربما مثل الرقم لازال تحت الأنقاض. هذه جريمة مكتملة الأركان. ما لم يفهم الاحتلال أنه المزيد من الجرائم سيفضي إلى مزيد من الانتقام، إلى مزيد من الثأر. الذين يقاتلون الاحتلال في الضفة الغربية لم يكونوا قد ولدوا عندما اجتاح الاحتلال الضفة الغربية عام 2002. الآن هم يقاتلون الاحتلال، أطفالنا نحن نريهم ما يفعله الاحتلال وسنورثهم، بأن ضرورة أنه لا تمر هذه الجرائم، مزيد من القتل، مزيد من ما الذي دفع غزة بالانفجار صوب الحدود؟ ما الذي دفع بأكثر من نصف قطاع غزة ذهب إلى الجدار الشرقي لقطاع غزة؟ الانفجار، الضغط، أنت تحاصر، نعم، تقتل، تنتقم، تذهب إلى حكومة يمينية متطرفة تقوم بعمليات تهويد في المسجد الأقصى، طبيعي جدا بعد 15 سنة أن ينفجروا سكان قطاع غزة، أن تنفجر المقاومة باتجاه الحدود، وهم ذهبوا، ليسوا ذهبوا وهم يدركون بأنه العودة، احتمال العودة 0%، أي نعم، أن كل الذين دخلوا على قضية استشهاديين. طبيعي جدا الآن بدل من استيعاب الأسباب ومعالجتها أمريكيا وعالميا، نعم، يتم دعم الاحتلال. أرجو أن تبقى معي أستاذ ثابت، سنعود إليك إن شاء الله لاحقا. أرحب بك معنا أستاذ إيناس زايد، و أبدأ بالسؤال عن مشاهداتك للوضع الإنساني أولا، ثم عن موقفك ورأيك في هذا يعني التنكر لحقوق الإنسان والتعامل مع المدنيين في قطاع غزة والأبرياء والعزل بأنهم يعني حقل تجارب لأسلحة الاحتلال ولا أحد يتكلم. يعني أمس تباكى بايدن على المقتولين الإسرائيليين ولم يذكر الأطفال الفلسطينيين بأي كلمة، وهكذا حصل في أوروبا وفي الغرب بصفة عامة، وحتى المؤسسات العربية والدول العربية لم تتكلم في الموضوع كأن شيئا لم يكن. نعم سيدي الكريم، يعني هي فعليا لا تتعامل مع الفلسطينيين كحقل تجارب فحسب، هناك تصريحات فظيعة على لسان مسؤولين إسرائيليين قالوا بأنه نحن نتعامل مع الفلسطينيين على أنهم حيوانات بشرية، ليسوا كإنسان. هناك تصريحات أيضا. اسمحي لي أضيف هنا، أضيف ما قالته سارة نتنياهو زوجة المجرم بنيامين نتنياهو، التي أضافت على هذا التصريح بأن هؤلاء أيضا ليسوا حيوانات، إنما هم ما دون الحيوانات، الحيوانات أفضل منهم، هكذا قالت. تفضلي.
يعني وهذه التصريحات وتصريحات غيرها مع صدرت عن الحكومة الإسرائيلية التي هددت وقالت بأنها سوف تبيد جميع من في غزة وتحركت لذلك حاملة الطائرات من أمريكا وتحركت لذلك جنود من أوروبا حتى يقوموا بتنفيذ هذه المهمة التي وردت على لسان الإسرائيليين. هذا يعني التصريحات المروعة والفظيعة لا يمكن أبدا اعتبارها من منظور القانون الدولي، إلا أنها انتهاكات تؤكد ما يجري الآن على أرض الواقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قواعد الحرب التي تتضمن أهم القواعد، التمييز بين المدنيين والتمييز بين العسكريين، هذا الأمر لا يطبق على أرض الواقع. التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية هذا لا تعرفه إسرائيل. عدد استهداف البنى التحتية، هي قامت فعليا بتدمير كافة البنى التحتية الموجودة في غزة، عدا عن قاعدة التناسب التي تقتضي بأن لا يتم القصف عن المدنيين الذين يحملون الأسلحة عن طريق الطائرات وبأسلحة محرمة دوليا. تم استخدام الفسفور أكثر من مرة في أكثر من ضربة خلال 24 الساعة الماضية. أي هذه الانتهاكات التي قام بها الجيش الإسرائيلي ليست اليوم وليست قبل يومين، إنما من قبل 75 عاما. منذ 75 عاما ترتكب يرتكب الاحتلال هذه المجازر بحق الفلسطينيين. أنواع وفظائع من الانتهاكات، من قتل للمدنيين، اغتصاب وحرق للأطفال. رأى العالم هذه الجرائم والفظائع بأم أعينهم على مدار 75 عاما، ليس منذ يوم السبت المنصرم فقط. ولكن العالم ماذا يرى؟ يرى فقط الإسرائيلي كإنسان، لا يرى الفلسطيني وحقه كإنسان. هذا القانون الذي يعني أصلا تم ووجد على يدين الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الفظائع وإراقة الدماء التي حدثت في تلك الأثناء، وضعوا هذا القانون حتى يحفظ حق الإنسان. لماذا لا يتم تطبيق هذا القانون نفسه اليوم على الفلسطينيين؟ إذا كنا نريد أن نرى الإسرائيلي كإنسان، لماذا أوروبا وأمريكا اليوم وكافة العالم لا يرون الفلسطيني الذي عاني لمدة 75 عاما تحت هذا الاحتلال المجرم الذي لم يترك أي نوع من أنواع الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلا قام بها بحق الفلسطينيين؟ لذلك نحن نقول اليوم فعليا بأن الحديث عن القانون الدولي والحديث عن القانون الإنساني وتطبيق القانون الإنساني هو محض من يعني مجرد الدعابة اليوم عندما نتحدث عن تطبيق لقانون الدولي الإنساني في فلسطين بأيدي أوروبية وبأيدي أمريكية. بالضبط اليوم بالضبط هذا أمر مهم في الحقيقة، أن الذين يعني يتشدقون بحقوق الإنسان وما إلى ذلك وبتطبيق القانون الدولي هم الذين يدعمون الاحتلال الآن في حربه ضد الأبرياء في قطاع غزة. أرجو أن تبقي معنا أستاذة إيناس، سنعود إليك. أستاذ معين، بالنظر إلى المواقف بشكل عام في العالم كله، سواء المواقف الأوروبية أو العالمية أو حتى العربية الإقليمية، تلاحظ بأن هناك حالة من الصمت، هناك حالة من اللامبالاة فيما يحدث، إلا من بعض المواقف التي خرجت هنا وهناك، حتى أن إسرائيل تهدد القريب والبعيد بعدم المساعدة الإنسانية وتقديم أي معونات إلى قطاع غزة، وهددوا مثلا بعض الدول بعدم إدخال أي شاحنات. المشكلة أن هناك استجابة حتى الآن لهذه العربدة الإسرائيلية على الجميع إلا في غزة. يعني بداية يجب أن نفرق بين الموقف العالم على صعيد الشعوب وموقف الأنظمة. فحقيقة هذه المرة وفي شكل متصاعد منذ حرب 2009 نرى أن الموقف الغربي شعبيا بدأ ينتقل وبقوة من الغالبية التي كانت تناصر الكيان الصهيوني وتدعمه إلى غالبية الآن بدأت تدعم وتؤيد الموقف الفلسطيني رغم كل البروباغندا التي تنشرها مكانة الإعلام الصهيوني. لكن على صعيد الدول، فأنا أعتقد أولاً أن اللوبي الغربي أو المجتمع الغربي بأجمعه هو لا يؤمن أصلاً بفكرة الفلسطيني ولا فلسطين ولا الحرية ولا الحقوق، أو يرى أن دولة الاحتلال هي صاحبة الحق الأوحد في الحياة في المنطقة، وبناء عليها يريد أن يحافظ على حياتها ومكانتها وبقائها. ويرى المجتمع الفلسطيني مجتمعا متخلفا لا قيمة له. ومع الأسف هذه العقلية الإمبريالية لدى هذا المجتمع ليست عقلية جديدة، إنها عقلية أو بقايا العقلية النازية المتطرفة التي كانت تحكم أوروبا، لكنها غطيت ببعض الميك اب إن صح التعبير أو مواد التجميل خلال 40 أو 50 سنة الماضية فقط.
أما على صعيد الدول العربية فمع الأسف فالمنظومة العربية الرسمية التي انطلق فيها قطار التطبيع منذ عدة سنوات وبشكل متسارع لا تريد أن تسجل على نفسها مواقفا ضد الكيان الصهيوني، حتى لأنها تقول اليوم في هناك أحداث في غزة لكن غدا ستصمت وتنتهي الأمور ويعود خطر التطبيع إلى ما كان عليه، فلا يريد أن يسجل على أنفسهم نقاطا. وإن شاء الله أعتقد أن هذا الحراك المقاوم البطل نعم سيعيق هذا القطار ويوقفه، لكن في نفس الوقت أعتقد أننا علينا أن نضغط بشكل قوي على هذه الأنظمة حتى لو كان إعلاميا أو شعبيا كي تتحرك على الأقل بالحد الأدنى أن تعمل ما هو مطلوب منها على صعيد الأمم المتحدة. يعني فليفترضوا أن قطاع غزة هو مكان غير فلسطيني ومكان ليس له علاقة بهم على البعد الديني ولا العرق ولا القومي ولا الثقافي، فليعتبروا أي مكان في العالم أصابته كارثة وليتحركوا بقوة لكي ينقذوا أهل غزة على الأقل من المدنيين والأطفال والنساء. أنا أعتقد قصف الاحتلال أو محاولة قصف الاحتلال لبعض قوافل المساعدات والتهديد بقصفها هي بحد ذاتها هي حجة أعطيت لبعض الأطراف هي كي يقولوا نحن لا نستطيع أن نساعد. هم يرغبون، أنا أعتقد أن كثير من هذه الأطراف ترغب أكثر من الاحتلال بالقضاء على المقاومة، لأن هي الحالة المشرقة التي تفضح عارهم وتفضح تخاذلهم. مجموعة من المقاتلين بأعداد بسيطة جدا بإمكانات بسيطة جدا لا تقارن بما تملك كل الدول العربية، حتى لو تكلمنا عن أصغرها وأقلها إمكانات، لكن هذه المجموعة مرغت أنف إلههم الذين يعبدون من دون الله نعم في الأرض، كسرت أنف هذه الآلهة وهذا الصنم الذي أرعبهم وأذلهم خلال الخمس عقود الماضية أو أكثر بطريقة، حتى أعتقد أنهم يريدون بهذه الحالة المقاومة أن تنكسر حتى لا تعيرهم شعوبهم ولا يعيرهم التاريخ بما نعم بهزائمهم. ابقى معي يا أستاذ معين، ابقى معي يا أستاذ ثابت من غزة. بينما نتحدث في هذه اللحظات تعلن المقاومة بأنها تمكنت مساء الأمس وصباح اليوم من استبدال بعض المقاتلين و يعني دخول بعض المقاتلين وعودة آخرين، وتسمع اشتباكات ضارية في قاعدة زكيم العسكرية في هذه الأثناء. كيف يمكن أن يحدث ذلك بينما يقول جنرالات الاحتلال بأنهم طهروا الغلاف من أي مقاومين وبأنهم بدأوا عملياتهم الآن في داخل قطاع غزة؟ يعني لا شك أن هذا الاحتلال يكذب، طبعا العالم يكذب على جبهته الداخلية، بدليل أنه على البث المباشر وأمام الكاميرات وأمام الصور يعني ظهرت وبدت كيف هي صورة جنوده الذين يعني لم يطلق أي طلقة. العملية طوفان الأقصى عندما بدأ في مستوطنات غلاف قطاع غزة، أكثر من 50 مستوطنة، أكثر من 12 موقع اشتباك، لم يطلق أي جندي إسرائيلي طلقة واحدة ولم تحرك أي دبابة من مكانها، هذا أولا. ثانيا خرجوا بملابسهم الداخلية وتم أسر هذا العدد الكبير من الضباط ومن الجنود ومن الجنرالات. أخي العزيز، الاحتلال نزال في صدمة، والذين يقومون مباشرة الذي يقوم الآن بقصف قطاع غزة هي طائرات أمريكية، والذين يبادرون بالهجوم هم أمريكان. لا زال جيش الاحتلال في صدمة، وهو يكذب بالمناسبة فيما يتعلق بأنه استطاع أن يسيطر. استمر القتال حتى هذا اليوم لليوم السادس. الاحتلال يقول بأنه قام بمحاصرة بعض المقاومين في مستوطنات غلاف غزة. هو مجنون، هؤلاء المقاومون جاءوا للاشتباك معه، يعني هو يحقق الهدف الذي دخل هؤلاء المقاومين من أجله. هؤلاء دخلوا ليس لفسحة، دخلوا للقتال، وبالتالي عندما يرسل جنوده ومزيد من الجنود إلى مستوطنات غلاف غزة هو يحقق الهدف. يصبح الأمر أسهل، بدلا من البحث بين الأشجار وتحت الأرض وخلف الجدران عن الجنود، يأتي إليه الجنود إلى المقاومة للاشتباك معهم. عملية الإسناد عملية بهذا الوزن وبهذه النوعية وبهذا التخطيط وبهذا الخداع الاستراتيجي وبهذه الهزيمة
غير مسبوقه في تاريخ كيان الاحتلال. وبارد جدا انه المقاومه اخذت في الاعتبار انه ستحتاج الى عمليات اسناد، وستحتاج الى عمليات استبدال لقواتها الموجوده على الارض، وستحتاج الى عمليات اجلاء للجرحى وللمصابين. هذا امر وارد جدا، وبالتالي طبيعي جدا انه هذه العمليه تستمر وتتواصل، وان يتم استبدال المقاتلين فوق الارض تحت الارض من اي مكان. هذا العبقريه العسكريه التي ابدعت المقاومه فيها عمليه طوفان الاقصى لم تغفل ولم تسقط من حساباتها قضيه الاستمرار في الدعم وفي الاسناد وفي الانسحاب للمقاومين الموجودين. ولن يستطيع الاحتلال اليوم السادس، لن يستطيع الاحتلال استعاده اي موقع من المواقع التي يتحدث علينا، ولن يستطيع ان يعيد المستوطنين. الان نحن امام نتائج تحققت لدى الوعي ولدى الردع في كيان الاحتلال. نتنياهو لن يستطيع ان يقنع المستوطنين تعالوا ارجعوا مره اخرى الى المستوطنات واقيموا فيها، وبالتالي حتى وان سحبت المقاومه الفلسطينيه من هذه المستوطنات فهي عمليا تم اخلاءها من المستوطنين، ولن نعم. يستطيع احد ان يتمكن من العوده او الاقامه فيها. شكرا، ابقى معنا استاذ ثابت. سيده ايناس، حتى مجرد يعني اولا انقطع كل شيء عن قطاع غزه، حتى الهواء لو تمكنوا من قطعه لقطعوه، ولا يسمحون بدخول اي شيء، والعالم كله الان يرجو خاصه بعض الدول العربيه والاسلاميه ترجو الاحتلال ان يسمح بدخول بعض المعونات الانسانيه، وحتى وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين اونروا لم تتمكن من ادخال اي شيء، وقالت اليوم بان ما لديها في مخازن الوكاله لا يكفي ليومين او ثلاثه ايام فقط. وبناء عليه، هل تتوقعين من خبرتك في هذا المجال القانوني أن يتحرك العالم بشكل أو بآخر مثل ما تحرك في أماكن أخرى؟ يعني في أوكرانيا تحركوا بسرعة كبيرة جدا، وفي مناطق كثيرة من العالم يتحركون كأن من هناك بشر ومن هم في غزو ليسوا بشرا. يعني هو العالم يتحرك الآن في موضوع غزة، ولكن يتحرك مع الجانب الإسرائيلي الآن. أمريكا والدول الأوروبية يدعمون إسرائيل بكل الإمكانيات المادية والمعنوية العسكرية بكل الإمدادات. الجنود الأوروبيون اليوم أصبحوا في إسرائيل تحت يعني إشراف إسرائيل، يقومون بكافة الجرائم وكافة الانتهاكات بأيادي أوروبية وأيادي أمريكية وأسلحة أمريكية. هذا الأمر كله كما ذكرت لك هذا ما يدل على ازدواجية المعايير لدى أوروبا وأمريكا. هي لا ترى الفلسطينيين كأناس أو كإنسان كبشر يستحق بأن يكون له حقوق. هذا الأمر إن كنا نريد أن نطبق هذا القانون الذي وضعه الأوروبيون أصلا في بداية الأمر، وكما ذكرت لك منذ الحرب العالمية الثانية ونحن نسمع وما يتردد من اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، أنا اليوم كباحث في القانون الدولي الإنساني أقول لك بأنه لا يوجد أي قاعدة في القانون الدولي الإنساني تطبق اليوم على أرض غزة أو على أرض فلسطين على وجه التحديد. عندما اليوم نتحدث عن اتفاقية جنيف الثالثة التي أعطت ونصت على وجود حق للمقاتلين المقاومة وحركات المقاومة والتحرر الوطنية، أعطتهم فئة المقاتلين الشرعيين في الحرب وأعطتهم حقوق وطبقت عليهم قواعد الحرب. اليوم لا نرى هذا الأمر مطبق أبدا فيما يتعلق بفلسطين. بالمقابل كما ذكرت حضرتك اليوم نرى هناك تخاذل من بعض الدول العربية. لماذا لا يكون هناك دعم ولماذا لا يكون هناك أيضا مساندة كما تمت مساندة إسرائيل من قبل أمريكا والدول العربية دون شرط ودون قيد؟ وهنا هناك ضوء أخضر لارتكاب جميع المجازر اليوم في إسرائيل. هناك تهديد وحقا نحن يعني نخشى من ذلك. هناك إبادة جماعية ستحصل اليوم في غزة أمام ومرء العالم أجمع، وليس هناك من يحرك ومن يقول ومن يمنع. بالمقابل نرى دول عربية ما زالت ترجو وما زالت يعني تتحدث بصيغة ناعمة وبصيغة يعني مبتذلة اليوم مع الجانب والطرف الإسرائيلي، أننا نريد أن ندخل بعض المساعدات. نحن لا نريد أن ندخل بعض المساعدات، نحن نريد حق هؤلاء الأشخاص، نريد تطبيق هذا القانون الذي وضعتموه يا أوروبا. هذا الأمر الذي نطالب فيه اليوم حقيقة، ولا يجب توجيه البوصلة لأمر آخر. نحن اليوم نقول عن شعب يقتل، اليوم قطعت الماء عن مياه عنه، قطعت الكهرباء عنه، ولكنه تحت الضرب، لكنه يقتل الآن. المستشفيات دمرت، المساجد دمرت، لا يوجد هناك عين مدني، أعيان مدنية جميعها دمرت اليوم. البنايات
سقطت على رؤوس أصحابها. لا يوجد مجال اليوم لحتى نرجو أن يدخل الماء ويدخل الطعام والمساعدات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص. يجب أن يكون هناك دعم حقيقي، يجب أن يكون هناك عدالة على الأقل اليوم. إذا كنت أريد أن أرى الأمر بعين العدالة، إذا كانت إسرائيل تستطيع أن تطلب المساندة والعون من أوروبا ومن أمريكا، فالمقاومة الفلسطينية اليوم تستطيع أن تطلب العون ممن تشاء، وأقصد بالعون والمساعدة بكافة أشكالها، سواء العسكرية أو المادية أو أي نوع من أنواع المساعدة. هذا هي مفهوم العدالة اليوم، ولا نجب أن نحرف البوصلة باتجاه آخر، لأن هناك تغيير وتغييب للمفاهيم اليوم على هذا مفهوم. هذا مفهوم جدا مهم أستاذة إيناس، أشكرك على طرح هذه النقطة. يعني اليوم أرجو أن تبقي معي. اليوم أستاذ معين، عادت الأمور إلى نصابها الحقيقي، يعني عدنا إلى ألف باء القضية الفلسطينية. شعب لديه الحق، لديه الأرض المستلبة، يريد أن يستعيد هذه الأرض. جاءت القوى الكبرى التي تسببت في وجود هذا الكيان إسرائيل، سواء بريطانيا الآن جاءت بالطائرات تدعم إسرائيل، أو الأمريكان الذين يدللون لها ويقدمون لها كل ما بوسعهم من أجل أن تبقى، لأنهم يعتبرونها كما تعرف، كما قال بايدن قبل عدة سنوات، هي بالنسبة لهم يعني لو لم تكن موجودة لأوجدوها، وهي قاعدة عسكرية مهمة بالنسبة للغرب. هذا هو جوهر المشكلة بين كيان مدعوم عالميا، وهم يقولون بصريح العبارة بأن هذه القاعدة المتقدمة بالنسبة لنا مهمة جدا، وكأنها جزء من بريطانيا ومن أمريكا. يعني حقيقة أنا أعذرني، أنا أتابع الإعلام وأنت تتكلم الآن، هناك أخبار جميلة تأتي من الداخل. العدو يتكلم عن عملية كبرى في زكيم وأشكيلون بفضل الله جل. شوف، هو الحقيقة في هذه القضية لم تخسر إلا ما عندما انحازت أو حادت عن مسارها الطبيعي. المسار الطبيعي لقضية فلسطين أرض محتلة وشعب تحت الاحتلال وقوة غاشمة تحتل هذا الأرض. التعامل الطبيعي عندما يتكلمون بالمناسبة عن التطبيع، هم يتلاعبون بالكلمات، فالتطبيع هو جعل الشيء طبيعي، أن يكون الشيء الطبيعي. فالتعامل الطبيعي مع الاحتلال هو مقاومة الاحتلال حتى ينتهي، لكنهم تلاعبوا بالكلمات وحاولوا أن يقنعونا ويقنعوا شعوب العالم أن التطبيع مع الاحتلال هو القبول بالظلم وقبول بالعدوان وقبول ببقائه والتقبل بالتنازل عن حقه. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أعتقد أن قضية فلسطين اليوم أعادت، ليس فقط لقضية فلسطين بالمناسبة، اليوم أنا أنظر وأرى مع متابعتي أن القضية تعيد إحياء الأمة بشكل كامل. يعني اليوم تعاطي هذا النصر الذي يعيشه أبنائنا وإخواننا في فلسطين والمقام في فلسطين، لم يكن فقط عزة للفلسطيني أو رفعة لقضية فلسطين، بل أيضا في نفس الوقت هو الآن استعادة ثقة لكل إنسان حر وشريف في العالم العربي والإسلامي بأنه قادر، وأن هذه الأمة لديها ما يمكن أن تفعله، وليس مطلوب منها أن تكون مهزومة دائما، مهزومة ثقافيا، مهزومة فكريا. لذلك أنا أعتقد أن القضية اليوم بعودتها هذه لهذا المسار استعادت أو أعادت للأمة أو للعالم العربي والإسلامي مكانته، أو تساهم اليوم في عودة هذا العالم العربي والإسلامي مكانته. نعم. طيب أستاذ ثابت، كما أشار الأستاذ معين قبل قليل، استمرار عمليات المقاومة والتي بلا شك استعدت لهذه اللحظة عندما بدأت هذه المعركة بطوفان كما أطلقت عليه، وحصدت هذه النتائج وعادت بألبوم من الصور، كما أشار بن كسبيت أو كسبيت وهو محلل معاريف المعروف، وليس بصورة نصر واحدة، كانت تعرف بأنها لديها إمكانية للصمود والمقاومة حتى تحقيق النصر، ولعل الأمر قد يأخذ أبعاداً أخرى وتتدخل أطراف أخرى في هذه المعركة. ما السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لكم وأنتم تعيشون في غزة تحت هذا القصف؟ يعني دعنا نبدأ بالسيناريوهات الإيجابية. السيناريوهات الإيجابية أنه الساحة الأضعف، الساحة الأصغر، ساحة غزة تدخلت، تسجلت هذه المعادلة. نراهن على دخول ساحة الضفة،
في المعادلة وفي الاشتباك لتخفيف الضغط على غزة. نراهن على دخول ساحة الداخل الفلسطيني، نراهن على دخول ساحات إقليمية، ربما حتى ساحات غير مسبوقة في العراق وفي اليمن. نعم. لأنه ما يحدث هو استفراد إسرائيلي ب 2 مليون مواطن في قطاع غزة. وكررت لك قبل قليل بأنه ما يحدث، نحن نعلم القصف، خبرنا القصف منذ عام 2009 ونحن ننام ونصر على القصف. هذه المرة نوعية الطائرات ونوعية القنابل والقصف الذي يحدث مختلف تماما. نعم. وهو بدأ بعد وصول البارجة الأمريكية إلى سواحل تل أبيب، وبالتالي نحن ندرك وعلى يقين تماما بأنه جزء كبير جدا من العدوان وهو بيد أمريكية. السيناريوهات الأسوأ، ما الذي يمكن للاحتلال أن يفعل؟ ستدخل اجتياح بري إلى قطاع غزة، مرحبا بالاجتياح البري، نحن سنكون بانتظار هذا الاجتياح، سيغلقون الماء والهدواء. هم من يعني هو تل أبيب من 15 سنة وهي كانت تتفسح فينا. يا أخي إسرائيل اجبرتنا في عام 2009-2010 على أن نضع سيرج زيت الطعام نضعه في محركات السيارات ونتحرك فيه. إسرائيل منعت كل مادة يمكن أن تدخل، منعت الأدوية، منعت العلاج، منعت الحركة، منعت النقل، وترتكب الآن مزيد من الجرائم. شوف، في دولة محترمة بتقوم بقطع الماء والكهرباء عن إقليم محتل، في دولة محترمة بتصور بتطلب من الدول اللي تريد أن ترسل مساعدات غذائية أن تقوم أن 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 تهدد مصر. تخيل تل أبيب المسمى مستوطنة تل أبيب تهدد مصر والأردن بأنه لا ترسلوا مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، وإذا أرسلتم أي قوافل أو شاحنات سنقوم بقصفها، ويستجيب لها العالم. نحن الآن أي كان السيناريو نحن هزمنا إسرائيل، كسرنا صورة الردع وصورة الرعبة وصورة الجيش الذي لا يقهر، أخرجناه بالملابس الداخلية. لم يعد في جعبة تل أبيب ما يمكن أن تفعله إلا الذهاب إلى استخدام البرنامج النووي، وما في أي مشكلة حتى. سيرث هذه الأرض جيل جديد وسيستمر فيها القتال. إفلاس، ولم يعطل أي مربط صواريخ ولم يعطل أي مقدرة من مقدرات المقاومة. ذهب لاستهداف المدنيين، ذهب لقطع الماء والكهرباء ولمنع المساعدات، وبالتالي هو يعني يؤدي بهذا السلوك الإجرامي إلى شحن الحاضنة الشعبية لدى المقاومة ليذهب الناس جميعا بالانفجار. أقول لك هناك سيناريو أسوأ، تل أبيب تريد الناس أن تهرب إلى سيناء، تريد الناس، نتنياهو تحدث في ذلك، يريد أن يخلي غزة بدفع الناس بالذهاب باتجاه سيناء وباتجاه الحدود المصرية. أنا أقول لك بأن المعادلة ستنقلب، الناس سيعودون إلى الدخول إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة مرة أخرى وسيقيمون هناك، ولن يجد بديل إلا يعني إما أن يقتلهم عن بكرة أبيهم، وإما أن يعود خطوة إلى الوراء. ستنتهي هذه الحرب وسنروي للأجيال القادمة ماذا فعل الفلسطينيون وماذا فعلت المقاومة في إسرائيل. مزيد من القتل ومزيد من الجرائم ومزيد من القتال الأمريكي والغربي لن يؤدي إلى استعادة إسرائيل إلى المبادرة أو إلى استعادة هيبتها أو لردع الفلسطينيين على الإطلاق. إسرائيل تقتل فينا منذ 75 عام، ما حدا سلم الراية وما حدا استسلم، وهؤلاء الشباب 19-18-20 سنة، هؤلاء الذين ينفذوا الآن ويقاتلوا إسرائيل، سيأتي جيل بعدهم. أعتقد أنه على العقلاء في العالم التوقف الآن والبحث في الأسباب الحقيقية والموضوعية التي أدت إلى هذه المشاهد وإلى هذا الانفجار. مزيد من القتل، مزيد من الإجرام، مزيد من التعنت سيؤدي إلى مزيد من ردود الفعل وإلى مزيد من نقاط الاشتباك في الداخل الفلسطيني أو ربما حتى في منطقة الضفة أو أينما وجد إسرائيليون، سواء في الإسكندرية، سواء في أوروبا، سواء في الدول العربية، سواء في أي مكان. وبالتالي استمرار هذا الإجرام بهذه الطريقة سيؤدي إلى اتساع بقعة التهديد التي تهدد كيان الاحتلال. أشكرك سيد ثابت، أرجو أن تبقى معي. و أستاذ إيناس، منظمة أطباء بلا حدود قالت قبل قليل بأن هناك تضييق وهدم للمنازل في مختلف المناطق، وأن العدو يستهدف يعني المنازل بشكل بما يشبه إبادة جماعية بدون إنذار حتى. وبهذه المناسبة الوزير الحرب تطرق إلى هذا الموضوع أو علق عليه قائلا مسألة أن يكون هناك صاروخ تحذيري صغير هذه انتهت، وليس أمامنا الآن إلا ضرب كل الأهداف سواء كانت مدنية أو عسكرية بدون أي تحذيرات. وهذا يعني بأن هناك احتمالية لزيادة أعداد الضحايا والشهداء
بشكل كبير وكذلك الجرحى، ولا سيما استهداف قطاعات اخرى مثل رجال الاسعاف وغيرهم. جميع من ذكرتهم يعني سواء رجال الاسعاف او حتى يعني الاشخاص العاملين في المجالات الطبيه، حتى المدنيين، الاطفال، الاستهداف العشوائي دون النظر الى ما هو الهدف الذي يتم استهدافه اصلا، يعني بالنتيجه ذكرت لك منذ البدايه عدم وجود التناسب في القوة العسكريه، هذا يعني لوحده وبحد ذاته يعتبر انتهاك، بغض النظر عن من هو الذي يستهدف بهذه القوة العسكرية التي تحمل الأسلحة المحرمة دوليا. لا يوجد هناك قواعد عسكرية اليوم لا نريد أن نتحدث، يعني الحديث كما ذكرت لك الحديث اليوم عن قواعد للحرب دون وجود سلطة تطبق أو تلزم إسرائيل بتطبيق هذه القواعد هو مجرد كلام فارغ. نحن نقول ونكرر كقانونيين وكحقوقيين بأنه لابد من أن يتم تطبيق هذه القواعد. لماذا؟ لأننا اليوم نتحدث عن جرائم، وهذه الجرائم حتى وإن أفلت مرتكبوها اليوم من العقاب، هذه لا تسقط بالتقادم، هذه الجرائم وسيأتي يوم سيتم محاسبتهم عليها، ولكن نحن نتحدث اليوم عن إجماع عالمي. اليوم هناك أمريكا، هناك معظم الدول الأوروبية اليوم تدعم هذه الممارسات. بمعنى آخر أن حتى دور الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان اليوم معطل بوجود هذه الدول الداعمة اليوم للجانب الإسرائيلي. على النقيض تماما نرى بأن هناك تخاذل فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، حتى السلطة الفلسطينية بحد ذاتها التي هي المسؤولة والمتحدثة والتي هي تعتبر الجهة الرسمية الممثلة للشعب الفلسطيني اليوم لا نرى منها موقفا حازما في هذه المسألة، وكأن الجميع يقول أبيدوا هذه الفئة من الناس. هذا الأمر الخطير الذي أتحدث عنه اليوم. اليوم نحن نتحدث عن تكالب عالمي على هذه الفئة التي أصلا هي تدافع عن نفسها. حق المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني لا يمكن إنكاره أبدا. هذا الشعب يقبع تحت الاحتلال منذ 75 عاما، شعب وأهل غزة منذ 14 عاما في سجن مفتوح، ولا يمكن أبدا تصور أن يكون الشخص في هذه الظروف لمدة 14 عاما دون أن يقوم بأي ردة فعل حتى يقوم بتحرير نفسه من هذا السجن. الذي تقوم فيه إسرائيل هو مجرد أنها يعني تقوم بقلع الشوكة التي تؤلمها والتي أشكرك أستاذة إيناس. نعم أشكرك وأرجو أن تبقي معنا، سنعود إليك بعد قليل. إذا فاصل قصير نواصل بعده هذه المتابعة الإخبارية لمجريات الحرب على قطاع غزة، فتفضلوا بالبقاء معنا. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة
حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بضيوف الكرام الأستاذ ثابت العمور من قطاع غزة، الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية من عمان، والأستاذ معين نعيم الكاتب والباحث أيضا من إسطنبول عبر سكايب. أعود لك أستاذ معين، وهناك العديد من المواقف الجيدة كانت خرجت من هيئات علمائية، من منظمات إنسانية، من كثير من الجهات، من بينها الأزهر الشريف، و يعني عاد ليصرح ويحاول أن يقف وقفة جادة مع شعبنا الفلسطيني، لكن كل ما نراه اليوم ونسمعه هو مجرد تصريحات ومواقف بدون أي حراك حقيقي، على سبيل المثال بالمسيرات المليونية في الدول العربية والإسلامية، بالمسيرات باتجاه الحدود في بعض الدول العربية المحيطة بفلسطين التي لديها حدود مع فلسطين. هذه هي الأعمال المجدية التي تشعر الاحتلال بالضغط. يعني حقيقة أنا أعتقد أنه حتى التصريحات، يعني لا يجب أن لا ننسى بداية أن المؤسسات الدينية هذه التي حاولت الأنظمة فترات طويلة أن تهمشها وتخرجها من دائرة التأثير ودائرة التواصل وحتى دائرة الرأي في كثير من قضايا الأمة وقضايا، وخاصة قضية مثل قضية فلسطين. أنا أعتقد أنه رغم عدم كفاية ذلك إلا أنها خطوة إيجابية وتقدم مهم، أن نجد العلماء وخاصة مؤسسة مثل الأزهر وغيرها من الاتحادات والمؤسسات العلمائية الكبيرة لها دور، تصريحاتها على الأقل ستكون لها تأثير معنوي وإيجابي نحو العمل. لكن كما ذكرت حضرتك، هذا يكفي أو هذا معقول ومتقبل إن كان للمؤسسة الدينية الرسمية، لكن ماذا عن العلماء بحد ذاتهم؟ يعني لا أتكلم عن مؤسسة الأزهر، ماذا عن علماء الأزهر أين هم؟ ماذا عن علماء المؤسسات الدينية الأخرى؟ أين علماء العالم الإسلامي والعربي؟ يجب أن يكونوا في مقدمة المتحركين ميدانيا للتأثير على الأنظمة والتأثير على الشعوب نحو فلسطين ودعم فلسطين، ويجب أن يكونوا هم أكثر الناس وضوحا وتضحية، لأنه مع الأسف كما تعلم فلسطين قضية مع دعمها له ثمن، وأهل فلسطين يدفعون الثمن، هذا دفعوا أثمان باهظة من أجل الوقوف وحماية هذه القضية من الاندثار والضياع. فعلى العلماء وعلى المؤسسات العلمائية أن تحرض علماءها على أن يتحركوا دون خوف أو وجل حتى لو كان هناك أثمان، لأنه يا سيدي اليوم قضية فلسطين على في محك مهم وخطير، فلا قدر الله يجب أن لا ترك وحدها، لو تركناها وحدها وحصل ما لا يحمد عقباه فالوبال سيكون على هذه الأمة، أول العلماء علماء ثم أفرادا وجماعات.
لذلك أنا أعتقد أن أداء المؤسسة الدينية عبر التصريح والدعم المعنوي والديني والأخلاقي شيء مهم، لكن يجب أن يتحول هذا ويترجم عبر العلماء أولا ثم عبر أبناء وقيادات الأمة ونخبها إلى دعم عملي ميداني أولا في الشوارع، ثم كل دولة لديها حدود مع فلسطين أو كل من يستطيع أن يصل لحدود فلسطين لا عذر له ألا يتحرك إلى هذه الحدود ويشتبك مع المحتل، يشتبك معه بكل طريقة ممكنة. يعني يجب ألا يستهين أي مناصر لقضية فلسطين بإمكانياته وبما يمكن أن يؤثر، فحجر قد يصل إلى الحدود أو غيره وقل أو أكثر سيكون له وزن وسيكون أثر عن المحتل. المحتل مرتعب، المحتل خائف، لكننا يجب أن نستمر في الضغط حتى نحول هذا الخوف والرعب إلى فعل انهيار داخلي وانكسار في هذا في منظومة الاحتلال. ويجب ألا نتهاون في أي عمل يمكن أن يقوم فيه. يجب على كل مواطن عربي ومسلم وحر وشريف أن يتحرك في الشارع في داخل المدن وخارج المدن، وكما قلت وفي كل قرية وبلد لها حدود مع فلسطين أن يصل إليها من استطاع ويتحرك ضد المحتل مباشرة، لأن هذا الاحتلال هو احتلال ليس لفلسطين وحدها، أو ليس لا يحتل فلسطين وحدها، بل هو يحتل القبلة الأولى، يحتل مقدسات المسلمين ويحتل ضمائر الشعوب. اليوم مع الأسف هذا الاحتلال يتحول إلى دولة سرطانية أو لكيان سرطاني بدأ يتغلغل في كثير من دول المنطقة. وأعتقد أن قضية فلسطين كما هي قضية الله الرافعة هي أيضا قضية ستكون منجية لكثير من دولنا العربية والإسلامية من دنس التطبيع ودنس الانحياز للاحتلال. نعم أستاذ ثابت، أخيرا ما الذي تحتاجه أو تريده غزة من العرب والمسلمين ومن أحرار العالم؟ يعني أنتم من داخل من الميدان ومن وسط ساحة القتال ومن وسط القصف وكل هذه الظروف التي تمرون بها والحرب العدوانية، ماذا تنتظرون يعني في هذه اللحظات؟ يعني نحن لا نريد أكثر من الواجب، الواجب الذي تقتضيه الإنسانية والواجب الذي يقتضيه الدين والواجب الذي تقتضيه العروبة والواجب الذي تقتضيه حقوق الإنسان. لا يمكن لعربي ولا لمسلم أن يترك 2 مليون فلسطيني مسلم في قطاع غزة تحت مرمى القصف الإسرائيلي والأمريكي بهذا التغول وبهذه القوة. نحن الآن أثناء هذه المداخلة التي يعني خلال نصف ساعة تعرضت أنا في محيط المنطقة التي أسكن فيها إلى مرتين تعرضتنا إلى القصف، مرة من الجهة الغربية ومرة من الجهة الجنوبية. أنا أستطيع الآن أن أتحدث إليك، أنظر من النافذة إلى أدخنة تتصاعد في محيط المنطقة. هذا الأمر لا يمكن أن يقبل، هذا أولا. ثانيا قضية الإدانة والشجب والاستنكار والدعم، لا هذا لا نريده، لا لأنه لا يقدم ولا يؤخر. نحن نريد موقف حقيقي، نريد أن يدفع هذا الكيان نتيجة إجرامه، ألا يترك هذا الاحتلال ليستفرد بنا ثم يعود ويستريح ويرحب به في مشاريع تطبيع وفي مشاريع لقاءات وفي مشاريع دعم عربي وإسلامي تقدم إلى 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 تل أبيب. نحن نريد موقف حقيقي أولا يعيد لنا حقوقنا المشروعة وفق الشرائع الدولية التي تنص بأن هناك أرض فلسطينية محتلة. نريد أن يتوقف هذا الإجرام المستمر منذ أكثر من 75 عام. نريد ألا تمرر هذه الجرائم. تل أبيب في النهاية دولة عضو في الأمم المتحدة ويجب أن تتحمل نتيجة هذا الإجرام وهذه الطائرات وهذا القصف والفسفور الأبيض الذي تستخدمه منذ يوم أمس. الموقف العربي الرسمي مخزي للغاية. كيف لهذه الدولة السرطانية أن تقول لمصر والأردن أنه لا يمكن ولا يسمح بتمرير المساعدات الغذائية والإنسانية؟ إذا لم تكن هناك إرادة عربية حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني فلا وجود لا لنظام عربي ولا لنظام إقليمي ولا لنظام قومي. أما الرهان على الشعوب فالشعوب تعلم وتتدخل، ورأينا محمد صلاح في مصر كيف تدخل والشرطة الذي تدخل في الإسكندرية، ورأينا نماذج مشرفة جدا في الأردن، ورأينا نماذج مشرفة في المغرب، ورأينا نماذج مشرفة في تونس. وأنا أقول لك هناك معادلة حقيقية لو تركت الشعوب العربية
ستنضغ إسرائيل بأسنانها. والله إننا نرى العجب، لأن هذا الكيان لا يحتاج لا لبرامج نووية ولا لأسلحة ولا لتطبيع ولا حتى لقوة. هؤلاء العرب والمسلمين الذين يحطون به، لو قدر لهم الدخول سيدخلوا يلقون تل أبيب وجنودها بأسنانهم. أما قضية المشجب وإدانة واستنكار وقلوبنا معكم، هذا أمر لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يمنع التغول، لأن العملية لا تتعلق بتسجيل مواقف. نحن على مدار الساعة نقتل، نذبح، ندك، وذنبنا أننا محتلين، ذنبنا أننا أرضنا محتلة ومقدساتنا محتلة ونريد أن ندافع عنها، ولا نخشى شيء ولا يمكن لإسرائيل أن تفعل أكثر مما فعلت. وإننا ننتظر الموت ونريد الموت ونرحب به أكثر مما يرحب هؤلاء المحتلون والصهاينة بالحياة. نعم. أشكرك جزيلا سيد ثابت العمور، نتمنى لكم السلامة، حفظكم الله وثبتكم ونصركم في فلسطين. شكرا لك، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من غزة. شكر موصول للأستاذ معين نعيم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني عبر سكايب، والأستاذة إيناس زايد مستشارة قانونية في منظمة فيستو الحقوقية والإنسانية السويدية. شكرا لك أيضا سيدة إيناس. أما أنتم فنشكركم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة. نحن معكم على مدار الساعة في متابعة هذه المعركة المشرفة البطولية، معركة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في مواجهة الصهيونية العالمية وفي مواجهة قوى الاستكبار والظلم العالمية التي دمرت وخربت واحتلت بلادنا العربية والإسلامية، وها هي تعين إسرائيل مرة جديدة على مزيد من السلب والنهب والدمار. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.